أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. رحب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بعرض الجزائر لتقديم مساعدات لتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب المناطق بالمملكة المغربية الجمعة الفارط، وأسفر عن وفاة أكثر من 2400 شخص وإصابة الآلاف آخرين بجروح. من جهة الجزائر، كل شيء جاهز في مطار بوفريك العسكري. طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية تستعد للانطلاق باتجاه المغرب من المطار العسكري ببوفريك. طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية من أغطية وخيم وأدوية ومعدات أنقاذ. طائرة على متنها فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا، وفريق سينو تقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض، وفريق بحث وإغاثة وفريق طبي.